مرحبا إلى متابعي موقع فوشيا. رح نستعرض اليوم ميك اب وشعر 2018 مع ميسون هلال. عروس سوبر اوريجينال كمان مهضومة، ولكن مأخوذة من شانيل هالسنة. كان بالشو عامل تقريبا نفس الموديلات. هلأ رح نشوف سوا كيف بدنا نشوف. very simple ولكن بالأكسسوريز هو رح يبين موديل الشعر، رح يبين الميك اب. هلا عملنا كمان شيء اوريجينال يوروبيان ستايل مع فيري سمبل شعر مثل كعكه ومغطى بالشبك واكسسوارز على الراس. هيدا فينا نروح في ريد كاربت، عشاء كثير مهم، كمان حتى عرس يكون فيها تروح تحضر في عرس كمان. وكمان استعملنا اذا ملاحظين غمقنا شوي الليبستيك، هيدا كثير ان هالسنه الليبستيك. عملنا البرونز الجليتري فوق العين، اذا لاحظنا كمان عملنا الايلاينر كمان فوق العين مش نايمه كثير عالي شوي مع الرموش فوق وتحت. واذا بتلاحظوا كمان حطينا البرونز تحت العين مع رموش كمان من الميلات تحت. هيدا اللوك البرونز كتير بيعطي جاذبية للست، اتراكتيف لوك.